فضيلة الشيخ عطية صقر، بعض الأحكام الشرعية يقال عنها إنها واجبة أو مندوبة أو حرام أو مكروهة أو مباحة، فهل من توضيح لمعاني هذه الكلمات؟ ترد في كتب الفقه ألفاظ يجب فهم المراد منها حتى يكون تعبد المؤمن تعبدا صحيحا. من هذه الألفاظ كما في السؤال: الفرض والواجب والسنة والمندوب والمستحب والحرام والمكروه والمباح. فالفرض والواجب اسمان لما طلب حتما، ويعبر عن ذلك بما يثاب المرء على فعله ويعاقب على تركه، إلا أن الفرض عند الحنفية ما ثبت طلبه بدليل قطعي الثبوت والدلالة كآيات القرآن والمتواتر والمشهور من السنة إذا كان نصا لا يحتمل معنى آخر. أما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني الثبوت أو الدلالة أو هما معا. مثال الفرض عندهم أي الحنفية قراءة ما تيسر من القرآن في ركعتين من أي صلاة، ومثال الواجب أن يكون المقروء فيهما هو الفاتحة. ويترتب على ترك الفرض بطلان الصلاة، وعلى ترك الواجب سهوا سجود السهو، وعلى تركه عمدا وجوب إعادة الصلاة ما دام الوقت موجودا، فإن خرج الوقت فقد أساء. وعلى هذا يكون ترك الفرض موجبا للعقاب، ويكون ترك الواجب موجبا لعقاب أخف منه. أما عند غير الحنفية فلا فرق بين الفرض والواجب، سواء طلب بدليل قاطع أو مضمون، لكنهم يفرقون بينهما في الحج، فيقولون الفرض ما لا يجبر بدم كالوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، والواجب ما يجبر بدم رمي الجمار والمبيت بمنى، وترك الفرض يبطل الحج، وترك الواجب لا يبطله. وهناك فرض يعرف بفرض الكفاية، وهو الذي إذا فعله البعض سقط الطلب عن الباقين، ولو تركوه جميعا أثموا كصلاة الجنازة، بخلاف فرض العين الذي يجب على كل مكلف أن يقوم به ولو تركه أثم. ومثل الفرض والواجب الركن والشرط، لا يصح العمل إلا بهما، غير أن الأول وهو الركن جزء من ماهية العمل كركوع الصلاة، والثاني ليس جزءا منها كالوضوء واستقبال القبلة وستر العورة في الصلاة. والسنة ما كان طلبه غير جازم، أو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه، ومنه ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى سنة مؤكدة كركعتي الفجر، وما لم يواظب عليه كركعتين قبل المغرب. والمندوب والمستحب كالسنة، وبعضهم جعل المندوب والمستحب لما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة هي لما واظب عليه. والحرام ما طلب الشارع الكف عنه طلبا جازما، أو ما يعاقب المرء على فعله ويثاب على تركه كالسرقة والقتل. والمكروه ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير جازم كأكل البصل عند الذهاب إلى المسجد، وهذا يسمى مكروها تنزيها، وهناك مكروه يسمى مكروها تحريما، وهو في مقابل الواجب عند الحنفية، فيه عقوبة لكنها أخف من عقوبة الحرام كالصلاة في الأوقات المنهي عنها. أما ما لم يطلب الشرع فعله ولا الكف عنه فهو المباح.
الذي لا يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه، هذا. وهناك اصطلاح وهو باطل وفاسد، وهما اسمان لمسمى واحد عند بعض الفقهاء، وهو ما لا يجزئ عن فاعله ولا تترتب عليه آثار، كالصلاة إذا نقص ركن منها أو تخلف أحد شروطها. وفرق بعضهم بين الباطل والفاسد، ويمكن التوسع في معرفة ذلك من كتب الفقه، والله أعلم.